كثير من العائلات كتسائل على الأطفال والصيام، واش يمكن لهم يصوموا، فوقاش يصوموا، واش نشجعوهم ولا ما نشجعهمش على الصيام. والواقع أن الصيام ديال الأطفال كيخصو يخضع لواحد العداد ديال الشروط ما نرتكبوش فيه أخطاء. علاش؟ لأنه الأطفال غادي خصنا ناخدوها كقاعدة، في قاعدة في الطب وفي مجالات أخرى، هو أنه الطفل ماشي أحد الإنسان بالغ ولكن الحجم ديالو صغير. بمعنى الطفل اللي فيه 40 كيلو ولا فيه 35 كيلو ماشي هو واحد الانسان بالغ، ولكن بدلا ما يكون فيه 70 كيلو وفيه 35 كيلو، لا، الفيزيولوجيا ديال الجسم ديال الطفل تختلف تماما على الكبر. هذه النقطه الاولى. الحاجه الثانيه هو ان الطفل الصغير هو في مرحله ديال النمو، والحاجيات ديالو تختلف بشكل كبير على الحاجيات ديال الانسان البالغ. النقطه الثالثه هو ان الاطفال الاعضاء ديالهم كتكون باقه صغيره وباقه كتنمو، فاذا ما خصناش ان تكون اي حاجه اللي يمكن لها تمس بهذا النمو ديال الطفل او بالصحه ديال الطفل وتاثر على الصحه ديالو. ما خصناش نرتكبوا اخطاء بالنسبه للاطفال. الخطا الاول هو انه نبزو على الطفل على انه يصوم، كنبزو عليه اما يعني كنرغموا عليه، ولا حتى بداك الترغيب يعني كنفرضوا عليه واحد النوع من الترغيب، الى صمتي غادي ندير كذا ونعطيك، كنكونوا كنفرضوا عليه بطريقه اخرى، علما انه الاطفال راه كل واحد والحاجيات ديالو. النقطه الثانيه، اذا خصنا نحترموا الصحه ديال الطفل والرغبه ديالو والقدره ديالو. الحاجه الثانيه، ما خصناش نديروا مقارنات بين الاطفال. فلان عنده غير 11 عام وصام وانت عندك 12 ما صمتيش، هذه ما خصهاش تكون تماما مطلقا، لانه الاطفال كتختلف والصحه ديالك كتختلف، وما خصناش ندفعوا الطفل يدير شي حاجه اللي ما غادي يقدش عليها وما غادي يقدش يخبرنا بانه عنده بعض المشاكل. لانه من المهم احنا غادي نشوفوها على انه الطفل ملي كيصوم، حتى الا سمحنا ليه يصوم في واحد السن معينه كيخصو يصوم، يكون تحت المراقبه. الا كنا فرضنا عليه وقارناه باطفال اخرين، واخا يحس بعض العلامات ديال الخطر ما غايقولها لناش، وبالتالي ما غادي نستطعوش نوقفوا الصيام في الوقت المناسب. كذلك الصيام حسنا نعرفوا بانه الاطفال كيصوموا علاش؟ راه ما كندربوهم على الصيام، ماشي كندربوهم على الجوع. شنو هو التدريب على الصيام؟ خصنا ندربوهم على الصيام، هو الطفل خصو يعرف بانه الصيام واحد الركن من اركان الاسلام. الطفل خصو يعرف على انه في واحد الوقت راه غادي يكون الصوم عليه ضروري، ضروره دينيه، حتى هو خصو يكون مهيئ، خصو يعرف بانه راه مسلم وفي عائله مسلمه وفي بلد مسلم، خصو يكون كيصوم. اذا كيدرب على الصيام ماشي كيدرب على الجوع. الجوع راه ما كيدرب عليه حتى واحد. حنا الكبار اللي كنصوموا كنكونوا صمنا 10 سنين و20 عام في الحياه ديالنا، واش من بعد 20 عام رمضان كيجينا اسهل من السنوات اللي فاتت؟ ابدا. وخاص منا 20 سنه، وخاص منا 30 سنه. دائما رمضان هو رمضان والصيام هو الصيام. الحاجه الثانيه هو انه الا كان التدريب على الجوع غادي كيهيئنا للصيام اكثر، ما كناش نكونوا في الايام الاولى ديال رمضان كنكونوا كنواجهوا الصيام بقوه، وفي الايام الاخيره كنترهقوا. هذا معناه بان الجوع حاجه والصيام حاجه اخرى. اذا اللي كندربوا الاطفال ديالنا هو ندربوهم على الصيام. شنو الشروط ديال الوليدات الصغار باش يصوموا؟ اولا ملي يوصلوا قد الصيام، الحاجه الاولى كنشجعوا في الاول اللي كنقولوا حنا المغاربه يخيطوا النهار، يصوموا واحد الطرف نصف النهار وياكلوا، نهار اخر يصوموا النص الثاني كيسموا. كنشجعوهم حنا بدينا على الصيام، هو بدا كيصوم بدون ما تكون الخطوره ديالو. ثانيا، الا كانت في واحد السن والنهار ماشي طويل، طبعا الصيف والنهار طويل بزاف ما يمكنش الاطفال يصوموا فيه، لان غادي يوقع اجتفاف غيوقعوا مشاكل. ولكن اذا كان النهار بحال دابا قصير والجو بارد والطفل غادي يصوم، خصو يصوم تحت المراقبه ديالنا. بمعنى ماشي يصوم يكون في المدرسه، خصو يكون صوم النهار اللي جالس في الدار، باش يكون تحت المراقبه ديالنا، باش ما يكونش عنده مجهود. حاجه ثالثه، خصني يكون الطفل غادي يصوم نفيقوه في السحور، ضروري ما يفيق في السحور، ياخذ نشويات، ياخذ الرز، ياخذ تفاح، ياخذ حليب، ويشرب الماء بزاف باش يمكن له يواجه الصيام. الحاجه الرابعه، خصنا الطفل ملي يكون تحت المراقبه ديالنا ننتبهوا واش عنده شي الام، ونخبروه بانه ما فيها باس. الا حسيتي بشي حاجه كضرك يقولها لنا، الا حس بارهاق اكثر من اللازم يقولها لنا، بانه ماشي عيب الى الطفل كانت عنده ما قدرش يكمل النهار. بالعكس تماما، غنقول له باللي من الاحسن الا حسيتي باي حاجه قولها لنا. علاش؟ لانه هكا ما غادي نشكلوش خطر على الصحه ديالو، وهكا كيمكن لنا نسمحوا ليه نهار اخر يجرب الحظ ديالو في الصيام. ولهذا الصيام ديال الاطفال، اولا خصنا كندربوا الاطفال ديالنا على الصيام
ماشي كنضربهم على الجوع، وما نساوش بانه العطش والماء بالخصوص نقص ديال الماء راه كيشكل واحد الخطر على الصحه ديال الاطفال، لان كيمكن يؤدي للجفاف ديالهم في ساعات قليله. ولهذا الصيام ديال الطفل تحت المراقبه وبتشجيع ديال الاباء في الوقت اللي هو يكون نحسوا بانه مستعد ويكون تحت العين ديالنا، باش اي علامه من علامات الخطر نوقفوا الصيام ديال الاطفال.